تونس. طبعا المينستير كانت ليها حظوظها في فترة بورقيبة، لكن طبعا كان في نقمة عليها في فترة بن علي. هو بالطبع الآن الاتجاه هو حول أن كل تونس وليس الناحية الجهوية أو الإقليمية فيها. الأستاذ كمال طبعا حصل على بكالوريوس الصحافة أو لسان الصحافة من معهد الصحافة وعلوم الأخبار، وأيضا في لسانس الآداب الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في تونس. كان لي دراسات في دبلومة دراسات معمقة في علوم الاتصال في جامعة باريس الثانية. نتعرف منه في البداية على إيه اللي حققوه وإيه الإنجاز العظيم اللي قدروا يحققوه بسرعة. ودايما إحنا في مصر بنحسد تونس إنها قدرت بسرعة تعمل مثل هذه الهيئة وتعطي تراخيص لإذاعات وتلفزيونات وخارج إطار السيطرة الحكومية الموجودة في مصر، ما زالت على كل تردداتنا في الإذاعة والتلفزيون. هذا لم يحدث في تونس، لكن إلى أي حد ربما هذه المكتسبات مهددة الآن وما هو الطريق مستقبلا؟ ودي قبل كل شيء أعطيكم فكرة عن ظروف نشأة هذه الهيئة وعن الصعوبات وعن ما حققته، لأنه الفترة هذه تصادف صدور التقرير العام لهذه الهيئة اللي تم الإعلان عنه وعشية اليوم العالمي لحرية الصحافة في تونس. ويلقي التقرير الذي أصدرته هيئة إصلاح الإعلام والاتصال عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة الضوء على المشهد الإعلامي التونسي الراهن الذي يراوغ بين مخلفات زمن بن علي ومحاولة التأقلم مع مساحة الحرية المنبثقة عن ثورة 14 يناير 2011. وفي هذا السياق وجدنا قبل الشروع في صياغة التقرير أنفسنا في حاجة إلى الإجابة على الأسئلة التالية: كيف أثرت عقود منقمع حرية التعبير في القطاع الإعلامي؟ وما هي الآليات والوسائل التي مكنت النظام من بسط سلطته المطلقة على الإعلام؟ وكيف يمكن إعادة بناء ما أفسدته سنوات الاستبداد والعداء للصحافة؟ وللإجابة على هذه التساؤلات كان لابد من تكوين قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها وتشخيص دقيق للمشهد الإعلامي في سبيل إعادة بناء ما تم تدميره وتصحيح المسارات الخاطئة. يبدو جليا من خلال التقرير حجم الإرث الثقيل الذي خلفته سنوات الاستبداد والفساد وسياسة شراء الضمائر والعداء البدائي للصحافة والصحفيين الملتزمين بقواعد المهنة وأخلاقياتها، فضلا عن تراجع المسؤولية المهنية. وقد ضيع بن علي ومستشاروه على تونس التي كانت حتى منتصف الثمانينات أقل تقييدا لحرية الصحافة من جل الدول العربية فرصا عديدة ليكون لها إعلام حر وتعددي يساعد شعبها على الارتقاء. فقد تبين من حيث الإدارة القانونية غياب شبه كلي للنصوص أحيانا كما هو الحال بالنسبة إلى المجال السمعي والبصري. وفي حال وجود نصوص قانونية فغالبا ما تكون معادية للحرية. في الحقيقة أنت تحدثت سريعا عن الأوضاع في تونس، لكن لدي مجموعة من التساؤلات أريد أن أسمع إجابات واضحة عنها. تكلمت عن التلون الذي حدث في الإعلاميين أو في وسائل الإعلام، كيف تعاملتم مع هذا الوضع؟ ولدينا متلونين كثيرون في مصر بدأوا يتحدثوا عن الثورة وكانوا ألد أعدائها وكانوا مكرسين الاستبداد في الفترة السابقة. أيضا لا أعرف كيف التعامل مع رؤوس الأموال. لدينا في مصر خطورة حقيقة من رأس المال ورؤوس أموال وافدة لا نعلم مصدرها ولا هويتها، بتمارس دور شبه احتكاري للإعلام سواء المسموع أو المرئي أو حتى المكتوب الآن. ذكر بأن هناك مصريين كانوا يدافعوا عن حرية الصحافة وكانوا مدركين كونوا فيه ثمن للإعلام، ومن 2003 حتى السنوات اللي بعد هامش الحرية بدأ يتسع. أول مرة أول زيارة لجيت المصدر في 99 شعرت أن هناك العديد من الخطوط الحمراء، رغم أني كنت ساهمت في بعض الصحف اللي تنشر هنا باللغة الإنجليزية. تشعر أني هامش الحرية للصحف الناطقة باللغة الإنجليزية أوسع، لكن كان في خطوط حمراء بدأت هذه
بعض هذه الخطوط الحمراء تختفي في مصر. فتحت هامش من الحرية وانتصرت الثورة وأرغمت مبارك على التنحي عن التخلي عن الحكم. الجانب الآخر اللي أنا عايز أتكلم فيه أيضا وهو مسألة ومن الحاجات اللي حطيتها الحقيقة أنا أعتقد أن ممكن الأستاذ كمال يستفيد فيها لأنها مهمة في الحالة المصرية، وهي مسألة المحط المعايير لمنع الاحتكار في الإعلام الخاص. فأنا أتذكر يعني أن يحصل أن مالك واحد يملك صحيفتين بنفس اللغة، وكذا أمر في القنوات التلفزيونية وكل الحاجات دي. أعتقد أن هي يعني مهمة جدا يعني أن هي نناقشها ونستفيد منها ونشوف إيه الإصلاح اللي بتقامل بيه هيئة زي الهيئة اللي رأسها الأستاذ كمال ما وصلش لغايته وأنجز ما يمكن إنجازه. كيف يمكن على لمؤسسات إعلامية أن تقوم بدور أفضل في ظل هذه القيادات، في ظل هؤلاء الصحفيين؟ فاقترحنا كون الدولة اللي يعني هي في الوقت الحاضر مسؤولة عن المؤسسات الإعلامية يوقع بالتعاون مع النقابات يكون في تفاوض يوصلوا لإقناع بعض الصحفيين أو حتى الإعلاميين، لأن في كذلك بعض الفنيين لأنه كي تعطيه الراتب بتاعه ويبقى في البيت بتاعه أفضل من يكون هو في معنا في العمل. لازم كذلك تبعت إشارة قوية، إشارة أمل قوية للشباب اللي هو متحطش يحب يحسن الأداء بتاعه. لكن